سنة تمر على انتشار وباء كورونا بالجزائر، مرض حصد أرواح الكثير من الجزائريين، من بينهم 186 من أصحاب البدلة البيضاء، مع تسجيل أكثر من 13,000 إصابة بالسلك الطبي. منذ بداية الوباء تسبب في وفاة أكثر من 3,000 شخص بالجزائر، من بينهم 186 عامل بالقطاع الصحي، كما تعرض 13,379 ألف للإصابة. اليوم التكريمي لمهنيي الطب ضحايا كوفيد-19 أثناء ممارسة مهامهم كان فرصة لاستذكار مجهودات الأطقم الطبية في مختلف ولايات الوطن لمجابهة الوباء. هذا المرض كيدار كونسلتاسيون للمريضة، يعني ان شاء الله ماشي هو، يعني ماهوش الواحد، كاين بزاف ناس اللي راحوا لنا مع جائحه كورونا، خاصه نتاع الجيش الابيض. احنا كاين كثير من الاسماء، يعني ما نقولش نسيناها، ولكن مع الوقت كاين صور وكاين اسماء يعني غابت، يعني شي اللي شفناه عن طريق الروبورتاج اللي فيديو اللي تقدم، يعني خلانا تفكرنا، يعني زملاء قرينا معاهم، ربي يرحمهم الكل. تضحيات الجيش الأبيض عبر التجند التام لخدمة الوطن شهد عليه وباء كورونا، ولغاية اليوم لا يزال أصحاب السلك الطبي واقفون في الخط الدفاعي الأول لخدمة المريض.